سلسلة من الزلازل ضربت دولا عدة في آسيا خلال الأسبوعين الماضيين، فإيران والصين واليابان والهند وأفغانستان كلها كانت عرضة لهزات أرضية متتالية، حتى إن ارتدادات إحداها التي ضربت إيران بقوة وصلت إلى 7 درجات و8 أعشار الدرجة على مقياس ريختر شعر بها سكان دول الخليج العربي بأسره وأثارت حالا من الهلع والخوف. بعد ذلك مشاهدينا كثر الحديث وبشكل متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر عن تقرير منسوب إلى وكالة الجيولوجيا الأمريكية حذرت فيه دول الخليج العربي من زلزال ضخم جدا أواخر الشهر الجاري. المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات سارع إلى نفي تلك الأخبار مؤكدا عدم صدور أي تقارير بشأن زلزال مقبل من أي جهة علمية حتى اللحظة. طبعا كل هذه الأمور تقودنا إلى سؤال واحد، هل من الممكن التنبؤ بالزلازل؟ الإجابة تأتي وتتلخص بالقول بأن كل ما يتعلق بتوقع الزلازل يتم على 3 مستويات سنشاهدها الواحد تلو الآخر. المستوى الأول مشاهدينا يتلخص بمعرفة المناطق الأكثر عرضة من غيرها لهزة أرضية أو ما يعرف بحزام الزلازل، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من السهل تحديد مناطق واسعة في العالم تصنف على أنها أماكن محتملة لوقوع الهزات الأرضية. المستوى الثاني يتلخص بمعرفة قوة الزلزال أو ما يعرف باللغة الإنجليزية ماجنيتود. هذا المستوى يعد أصعب من المستوى الأول، فلا أحد باستطاعته تقدير حجم الطاقة الكامنة في الأرض التي ستنطلق مع الزلزال، وكل ما يوضع من تنبؤات في هذا الصدد مجرد تقديرات تقريبية. الآن سنذهب مشاهدينا إلى المستوى الثالث وهو قد يكون الأهم. المستوى الثالث هو الزمان الذي يحدث فيه الزلزال، وهو حتى اللحظة أمر من المستحيل علميا. الخبراء يرون أن حدوث زلزالين متتاليين في إيران سببه تصادم الصفائح الثلاث العربية واليوراسية والهندية، والتي تشكل مجموعة مع بعضها البعض تشكل شبه الجزيرة العربية وإيران والقارة الهندية، وهذا يعني أن معظم الطاقة الزلزالية في المنطقة قد نفدت، وبالتالي فإن وقوع زلزال مدمر أمر غير وارد.